FM. الكلمة ليك نحكيه على الوضع الإقليمي وعلاقته بالإرهاب وداعش إلى أين وما هو مستقبل داعش بعد سقوطه في الشرق. معنا لأكثر التفاصيل علي العلاني الأستاذ الجامعي والباحث في الجامعات الإسلامية. مرحبا بك, صباح الخير. أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي كفافين. مرحبا بك سي علي. هل سقوط داعش عسكريا يعني أنه مسلسل الدولة الإسلامية انتهى اليوم؟ لا, بالتأكيد لا. اللي صار البارح والبارحة الأولى في العراق, التفجير اللي قامت به داعش, وأنا عندي أصدقاء عراقيين متواصل معهم وحدي حدثت معهم, فأكثرهم يقولوا أنه داعش لم تنتهي في 100%, ولكن الخلايا النائمة متاعها موجودة في كل مكان, في العراق وفي سوريا وفي شمال أفريقيا, وبالتالي لأن هذا التنظيم عبر للقارات والمواجهة, صحيح القوة متاعه الكبيرة يعني استنفذت, ولكن هذا التنظيم قادر على أنه يتشكل بأشكال أخرى إذا ما عرفناش كيفناش يعني نواجهه بالإصلاحات الضرورية, إصلاحات في مجال الخطاب الديني, إصلاحات في مجال الاقتصادي والاجتماعي, إصلاحات في مجال التعليم, إصلاحات في مجال الأمن أيضا. يعني لازم يكون عندنا منظومة أمنية, والحمد لله في تونس اليوم ما تم معنى اللي ماشي بشكل أساسي هو الجانب الأمني والجانب العسكري, ومع الأسف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية تشكو يعني صعوبة كبيرة, وهذا اللي يفسر يعني أنه التهديدات بالإرهابية يمكن تتسلل ويمكن تدخل من هالليفاي هذوما, هالفجوات هذوما اللي قاعدوا في المجتمع واللي عشناهم في الفترة الأخيرة. يعني هل يمكن أن يكون أخطر داعش مما قبل بعد سقوطه هيكليا, نجم نقوله هيكليا كهيكل دولة بعد أو كيان دولة؟ يعني داعش كدولة انتهى. داعش أنا سؤلت في قنوات يعني أجنبية البارح والبارحة كلها, قلت لهم الآن استراتيجية داعش الجديدة هي إيجاد مناطق محررة, ما عادش هذه إقامة الدولة ويعني خلافة, هذه مسألة انتهت. الآن هم منتشرين في شمال أفريقيا وفي الساحل الأفريقي, وتعرف اللي المناطق هذه فيها مناطق صحراوية كبيرة وصعب مراقبتها من طرف الجيوش النظامية, وتعرف اللي الوضع في ليبيا الأمن مازال منفلت, وبالتالي هم مش يعملوا على الاستهلاك أو تكوين ما يسمى بالمناطق المحررة. لكن احنا في تونس نجم نقوله اللي خطر الارهاب نقص بشكل كبير اكثر من 70% على ما كان عليه في 2011 و2014. يعني نجم نقوله الان في تونس لنا اولويات, يعني الخطر الارهاب ولا نمر اثنين, ما هوش نمر واحد. نمر واحد كما يعني يعرف الجميع هو مشاكل الاقتصاد, مشاكل الحوكمة, مشاكل الفساد, مشاكل هذه هي, لكن هذه عندها علاقة بالإرهاب وعندها علاقة بتلك الخلايا النائمة وعندها علاقة بال1500 شخص موقوف عنا هنا, فيهم اللي يتحاكم فيهم اللي ينتظر المحاكمة, وبالتالي ما يلزمناش ننساو ويلزمنا نتفطن ديما للآن المرحلة القادمة في الإرهاب. رأي ما إيش مرحلة إقامة دولة خلافة, المرحلة القادمة في الإرهاب هي غزو الفضاء الإلكتروني. هذاك علاش الآن البلدان الأوروبية وأمريكية والبلدان المتقدمة قاعدة تشتغل ليلا نهارا على ديزابليكاسيون ومنظومات اللي تقاوم بها ما يسمى بالإرهاب الإلكتروني. الآن تنجم أنت تكون في دارك وولدك يقع غفلان دماغه من غير ما تشعر عبر الانترنت وما تعرفش عليه شنو اللي مش يعمل بعد. اذا فهذه معناها المنظومه ما يسمى بمحاربه الارهاب السيبرني والارهاب الالكتروني هي اللي مش يمكن يكون 70% في الارهاب نتاعها في المرحله جينيراسيون جديده نتاع الارهابيين. نجم نقولوا علي العلاني الحديث يدور على انه مقاتلي داعش انضموا الى خلايا القاعده في شمال افريقيا لمزيد معناتها حصار المدن. تقول ليلى شتاوي انه المدن الكبرى في شمال افريقيا مستهدفه الان من قبل مقاتلي داعش من خلال تمركزهم مع خلايا القاعده. هم راوا في الحقيقه اللي دخلوا داعش اكثر من 70% و80% جايين من القاعده, هما يعني الاغلبيه جايه من هناك.
وأكثرهم خرجوا من منظومة الإسلام السياسي مع الأسف نقولوها يعني بكل صراحة، لأنه يعني واحد كما البغدادي اللي هو رئيس داعش كان يعني عضو سابق للإخوان، أبو عياض كان أيضا في الحركة الاتجاه الإسلامي في تونس، يعني كلهم مروا بهذه المراحل. ولكن نجم نقول بصفة عامة اللي يعني هذه التنظيمات المتشددة والعنيفة الآن هي تعيش أزمة، وذلك علاش قلت أنه ثم أزمة هيكلية تمس الإسلام السياسي والإسلام السلفي العلمي والإسلام السلفي الجهادي. وهذاك علاش إحنا في تونس لازمنا نفهموا هالتغيرات هذه ونعرفوا كيف نحلوها، ما هواش بالشيطنة، ما هواش بالسبان، ولكن على نار هادئة بحوار وطني يقيم المرحلة السابقة ويحط خارطة الطريق للمرحلة القادمة. راهو اللي قاعدين نعيشوا فيه في العالم تحولات كبيرة وكبيرة جدا. احنا في تونس معنا من فضل الله انه المجتمع مازال متمسك بالمدنية بتاعه، حتى ولو بعض جماعة حكموا حاولوا بشي يكسروا المدنية هذه ما نجموش، وبالتالي ما علينا كان نفكروا كيفناش نرجعوا الترين وعلى السكة في تونس. انا اللي يهمني كيفناش تونس في محيطها الاقليمي تكون تمنع، وباش تمنع تونس انا نرى كيما قلت في الاول يلزمنا نخرج من شيطنا، ويلزمنا ثم ثلاثة حاجات تخلينا في تونس نتجاوزوا العقبة باش نهزموا الارهاب، باش نقفزوا اقتصاديا، وباش نقفزوا سياسيا. واستمرار الدولة هو معناتها نجم يشكل مناعة معناتها ضد الارهاب اللي قاعد يعشش في الفوضى. وسؤالي اللي بعد سي عليا، يعني الى اي مدى عدم الاستقرار في ليبيا ممكن يأثر على الداخل التونسي اليوم؟ لما ليبيا غير مستقرة، تعيش الفوضى، معارك نتاع ميليشيات، ونعرفوا انه المقاتلي داعش او الارهابيين هذوما يعني يقتاتوا من الفوضى. شوف ليبيا راهي مسيرها وبحل مشكلتها، هي مرت بظروف أصعب، وقاعدين توا الأيامات هذه وإحنا نحكيه قاعدين يتفاهموا في يعني في دولة أخرى جارة على يعني توحيد الجيش الليبي، وبعد يمكن 10 أيام جايين لتونس باش يكملوا حوارهم السياسي، ويمكن الإخوة الليبيين يتوصلوا إلى حلول، وإحنا نبقاو ما نعرفوش شنية الاستراتيجية اللي نتعاملوا بها على مستوى الأمن والاقتصاد. هم الليبيين عندهم يسد عليهم الفراغ وهو البترول، إحنا اليوم وصلنا إلى أكثر من عمق الزجاجة. فهذاك علاش قلت إحنا باش نهزموا الإرهاب، ثلاثة سؤالات، وباش نقفزوا الاقتصاد، وباش نقفزوا سياسيا. باش نهزموا الإرهاب أنا في تقديري لابد نقتنعوا نهائيا بعدم توظيف الدين في السياسة، يعني يلزمنا الكلنا نتلموا ونلزوا حركة النهضة ونقولوا لها نحي هالغناية متاع الفصل الدعوي عن السياسي. ما تمشي حزب في تونس عنده دعوي وسياسي، حزب سياسي ما يحكيش على الدعوة. ها فصلته صراحة في المؤتمر متاعها السابق. لا، هذه عملية فصل، عملية مغلوطة، هذه عمل جمعيات، يعني اللي هو يعني اللي توا قاعدين نشوفوا فيه الأحزاب، يعني احنا نحب حركة النهضة تتصلح. هذاك علاش راني نقول الكلام هذايا، وقلت قبل في تلفزات وفي إذاعات قلت لهم خذوا وقتكم، اقعدوا في البرلمان وابعدوا عن الحكومة وحاولوا باش تجيبوا معناها مقاربات جديدة، لأنه مثلا الاستشهاد بالأحزاب المسيحية الديمقراطية استشهاد غلط اللي جابوه في المؤتمر الأخير، لأنه حزب ألمانيا نتاع الديمقراطية المسيحية عمره ما يخلص الدين بالسياسة، بل بالعكس هو يرفض خلط الدين بالسياسة، وبالتالي ثم برشا مغالطات. احنا التوانسة اليوم نسمع في فوكويا ما يقول في كلام هام ياسر في احد المحطات الاذاعية انه سألوه كيف نجدون تخرج من ازمتها الاقتصادية والسياسية، قال لها اراه ما تنجم تخرج بها الا بايدي تونسية. هذاك علاش كلنا يلزمنا نتكتلوا ونلزوا حركة النهضة باش تغير روحها من داخل. احنا نحبوها تكون عنصر مكون في المجتمع وليس عنصر يشكل خطر على المجتمع. معناتها تقول انت الحل من الداخل اليوم للحكم اللي فيها اللي والمقاربات السياسية لحركة النهضة، ما تخليش اللي الحكم نتاعنا يمشي في اتجاه الاستقرار، لانه حركة النهضة الان عملت خطوات في اتجاه المدنية وقاعدة حزب شبه مدني شبه ديني، احنا نحبوها تولي مدني. لكن لا ننفي سي عليا،
وعي. يعني مزابار الداخل السياسي وتحكيت على حكاية النهضة برشا مرات، يعني بخلاف حتى الداخل السياسي راهو فما صراعات إقليمية اليوم، وهنالك معناتها أطراف معناتها تدير المنطقة من خلال مقاتلي داعش. نسألك سؤال أنا بار إكزومبل علي العلاني، كيف دخل مقاتلي داعش إلى شمال أفريقيا؟ بطبيعة الحال هذه راهي قضية داعش، أو أقرأوا الصحف بركة البارح يعني في الانترنت وراوا يعني كتاب طارق رمضان اللي هو إخواني كبير، قال وشهد بنفسه أنه راه الربيع العربي هذا تمت هندسته من طرف القوى الكبرى وشاركت فيه بعض القوى اللي هي حكمت، شكون اللي حكمت يعني هي تنظيم القوى في مصر وفي تونس وفي غير ذلك، وبالتالي هم دخلوا. واحنا ما ننسوش أنه الفترة هذه كل جهد كيف كان يعني كيف كانت الخيمات الدعوية وكل فيديو اللي يحكيوا عليه ما نحكموش لا في الجيش ولا في الأمن، أسر الشريعة وزبقتيل نحن نحب ننساو هالمرحلة هذه، ولكن نقيموها ننسوها ونقولوا يا سيدي يكفي شيطنة ويكفي معناها السبان ويكفي الأحديث معناها في الهوامش، عطينا نحكيه في الصحيح. الصحيح هو باش نهزم الإرهاب في تونس، في دولة احنا في تونس مدنية، خاطر لا يمكن في دولة مسلمة دينها الإسلام أنه ينجيوا أن يوظفوا الدين في السياسة. 200 حزب ما يوظفوش الدين في السياسة ويجي حزب يخلط الدين بالسياسة، هذا صفوص يعني يغلط المسار الديمقراطي. إذا إذننا نتفق، مش معناها نتفق يعني نعمل قانون أحزاب اللي هو يحرم قيام أحزاب على أساس عرقي أو ديني أو لغوي مثل موجود تمييزي، وباش نقضوا أيضا معنى اقتصاديا، خطر الاقتصادي راهو مربوط بالسياسي ومربوط بالأمني. رانا إحنا ما نقضوا اقتصاديا قاعد نعيش الليامات ونتألم كيفكم كيما التوانسة الكل، راهو إحنا بدش نجم نخرج وعنا إمكانية. أولا لابد أن نعود لتثمين العمل، اثنين لابد أن نصفي التركة متاع الشركات الخاسرة، ثلاثة لابد أن الدولة تتدخل لدى رجال الأعمال باش تجعل الأجور متماشية مع مستوى المعيشة، وأربعة لابد أنها تتدخل الدولة باش تعمل بنية تحتية خاصة في الداخل. هذا ينقص الاحتقان على خطر الازدهار الاقتصادي سي عليا، معناتها يلغي الحاضنات الاجتماعية معناتها الإرهاب الاحتجاجات العنيفة. أي واضح، قلت لك الازدهار الاقتصادي معناتها يلغي الحاضنه نتاع الارهاب، معناتها يلغي المساله هذه تماما. بطبيعه الحال احنا الان في تونس ما عادش عندنا ارهاب كبير، احنا مشكلتنا اليوم هي مقاومه الفساد. صحيح ثم ارهاب مازال موجود، صحيح ثم خلايا نايمه، وكل يوم وشفنا حتى في الاحداث الاخيره كيفاش التكفيريين يشاركوا، ما زال يشكل خطر ولكنه خطر من درجه ثانيه. احنا عندنا اليوم لابد باش نقصوا راهو سياسيا، لابد يعني باش يعني معنا باش نقفزوا سياسيا نحط قوانين لعبة تحترم. أول قانون لعبة ما هوش مش يحترم في الانتخابات البلدية القادمة هو الخلط بين الأحزاب الحاكمة وبين الإدارة، هذا مش معقول وزير يكون على رأس تنسيقية بلدية. احنا كنا وقت بورقيبة نقوله فصل الحزب عن الدولة، واليوم نرجع للأشياء هذه. يلزمنا يكون الحكم المحلي المرة القادمة هو حكم حقيقي، ويلزمنا نعطيه مضمون جديد لوثيقة قرطاج. الرئيس السبسي قال إذا استدعى الأمر أن نغيره في الوثيقة هذه نغيروها، فماهيش حاجة قرآن. سي عليا لأنه الآن البلاد تحكم من طرف واحد. سي عليا ما تنسيش ما تنسيش سؤال أخير، هو ما تنسيش أنه فما تقاطع مصالح، مثال الإرهاب والتهريب، اليوم المهرب والإرهابي عنده نفس المصلحة في عدم الاستقرار، وهذا هو اللي احنا نحب نقوله. مش تولي أنت دولة مدنية ما تخليش حتى منفذ اللي مش يرجع لك منه نهار اخر الخلط بين الدين والسياسه، لانه مسميك هو جهه الارهاب راهو. وعمرها هو الرسول عليه الصلاه والسلام كيف مات وكان جات الناس تفهم، علاش ما عينش شكون يخلفوا من بعده؟ علاش ما قالهمش احكموا بالطريقه هذه ومش بالطريقه هذه؟ لانه قضيه السياسه قضيه مدنيه تتغير مع العصور. اخواننا مع الاسف اللي بالناظر واللي في الكوان واللي في غيره غرقوا المجتمعات نتاعهم في عمليه هذه الخلط بين الدين والسياسه، لانك كيف تخلط انت اليوم بين الدين والسياسه ما عادش تلوم حزب التحرير وما عادش تلوم السلفيه الجهاديه، لان يقول لك لا انا نرى الدين والسياسه خلاف ولا يراها كذا. معناها احنا في مجتمع مسلم ما نحتاجوش لهذا، كنا نصوم ونصلي ونعبد ربي ونقوم باعيادنا الدينيه،
فالسياسة حاجة أخرى، السياسة أنك تعمل برنامج تعليمي ناجح، برنامج في الاقتصاد، برنامج في الشغل في فبالتالي ما يلزمناش نغلطه. ولك علاش نقول راهو صحيح من شيطنوش يزينا من شيطنا، ولكن نحب الناس الكل تقعد وتعمل استشارة وطنية. أما إيش خانت فيه مسيعلية على قيام الجمهورية في تونس؟ أي. كيف ما هو دور الدين في تونس؟ ما هو دور التعليم في تونس؟ أنا ما كنت مش نغرقه ونمشي ونقعد السبع سنين اللي عديناهم ترصينا في سبع سنين أخرى، وبعد نلقاو نشرق وما نلحقوا ونلقاو أولادنا يأكلهم البحر في سيعلية. سيعلية في فرنسا ما كتعرف أنت فما أمة فرنسية فما القيم متاع الجمهورية معناتها لي فالور دو لا ريبوبليك. اليوم ناقصنا مع تحديد مفهوم الجمهورية، اش تحبوا نقصوا بالجمهورية وشنية لي فالور بتاعها باش نتقيدوا بلي فالور هذوك ما نخرجوش عليهم. هنا المشكل اللي مازال مطروح في تونس. الجمهورية من القيم الأساسية للجمهورية التونسية هو أنه يكون عندنا أولا هوية حدثية، مش هوية بالمعنى اللي يطرحها وخيالنا في الأحزاب شبه الدينية. يكون عندنا عدم خلط يعني الدين بالسياسة، هذا يراه هامش. يكون عندنا في القيم الجمهورية الإيمان بالدولة المدنية، تكون عندنا المرأة عندها كامل حقوقها، يكون عندنا التعليم في أعلى مستوياته، ويكون عندنا الاقتصاد متماشي ومتعافي وما ثماش هذه خطوط حمر وخطوط صفر وخطوط زرقاء. يلزم يكون العباد كلها تساهم في الجمهورية اللي نحبوا احنا نبنيوها واللي حلموا بها توانسة. وذلك علاش هي قامت بدعيمة الأحداث، لأن توانسة صبروا ال 2011 اللي خرجوا من أجله ما لقاوش، لقاوا الناس تخدم في مصالحها الخاصة ولقاوا السفينة مش تغرق. فهذاك علاش حتى يعني وثم غلط زاد نقوله أنه لأنه الجبهة الشعبية أنا لست من الجبهة الشعبية، لكن النضالات اللي خرجت نتاع المواطنين المستقلين ومن الأحزاب بما فيهم الجبهة الشعبية هي اللي جابت المكاسب اللي هي هذه. فإحنا ماذا بينا نفيق ونقوله سيدي هاي ثم هالغلط، هل خلينا نقعد فوق الطاولة وخلينا نجيب مضمون جديد لوثيقة قرطاج، وخلينا نتفاهموا على السؤال اللي قلت شنية قيم الجمهورية، وخلينا نغير النظام السياسي. راني قلت الكلام هذا منذ عامين والناس تضحك، قلت لهم راهو هذا النظام هذا اللي جاب لكم 8 حكومات، إذا كان أنت مش تقعد ما تعملش نظام رئاسي معدل موش رئاسوي أراك مش تقعد نهار كل في مشاكل كبيرة. قلت نظام رئاسي في 60% صلاحيات للرئيس و 40% للبرلمان، أرانا خرجنا من عمق الزجاجة. ولكن يجب يكون عندنا خيارات واضحة. اتحاد الشغل يعني من العناصر الأساسية اللي منعت البلاد، ولكن يلزمنا نقعدوا معاه ونفهموه راهو ثم اشياء مقبوله واشياء مش مقبوله. هذا هو الحوار. شكرا شكرا. كلها تنحي حذية غنيات الدعوي والسياسي راهي ما تجيش مع الاحزاب السياسيه. شكرا لك علي العلاني الأستاذ الجامعي والباحث في الجماعات الإسلامية باش نلخصوا المسألة. يعني طرح أنه مكافحة الإرهاب ليس فقط أمني بل هو شأن سياسي ومجتمعي واقتصادي، مش كان أمني فقط مكافحة الإرهاب. شكرا لك على قبول الدعوة. الكلمة ليك.